خلينا نقوم اديكم نبذه بسيطه عن يعني حاجه بسيطه شديد. انا احمد السير، قريت هندسه التعدين على خرطوم كالعاده. يعني هندسه التعدين انا ما قريتها لاني كنت بحبها، واضح جدا، لكن قريتها لانه دي النتيجه. انا كان جبت 86 في الشهاده. فالناس في اول في ثاني سنه بتفتكر اني اخذ الحاجه اللي هم دايرينها، انا من خشيت ثاني سنه في هندسه التعدين اكتشفت ان دي الحاجه انا فعليا ما داير اعملها. ليش؟ لان هي كانت يعني صراحه هندسه التعدين هي حاجه جامده، هي حاجه كويسه الناس دايرين يشتغلوا في المكاتب وكده، لكن هي حاجه جامده شيء بالنسبه للناس الدايرين يعملوا حاجه جديده، عكسها طوال البرمجه اللي هي انت ممكن تعمل حاجه جديده بدون ما تعمل، يعني كون انت عندك لابتوب بس ممكن تعمل حاجه جديده. فدي واحده من الحاجات. بتذكر لحد هسه اول محاضره كانت في البرمجه اللي هو في كمبيوتر ساينس بسي بلس بلس. فلحد هسه انا بذكر تفاصيل المحاضره كلها. من الوقت ده انا كنت اوكي دي الحاجه اللي انا داير اقراها. ما خليت تعدين يعني، امتحنت لحد ما شلت البكالوريوس، لكن كنت بقرا براية برمجه. بعد ما انتهيت من الجامعه نزلت مع شركه اسمها ابتكار، كان عندهم زي انترنشيب، نزلت انترنشيب. وبعد ذاك زي مقداد ما قال انه هو ده البرمجه بالنسبه لي كانت اداه انه اعمل حاجات. فكان عندي فكره في راسي اسمها فكره انه اعمل كورسات او نقدم فيديوهات تعليميه بالنسبه للطلاب في الاساس والثانوي. فعلا بدينا زيتونه، بدات اشتغلنا سنتين بس ما توفقنا فيها. بعدك نزلت مع اورنج كورنر بنفس الفكره. بعد قدر الله انا قمت سافرت كينيا لفرصه بتاعت قرايه في معهد اسمه امان انستيتيوت. بعدك اشتغلت في شركه اسمها ايدو، حاليا شغالين في كوت سودان. فالحاجة دي كلها إذا جيت شفت معظم الحاجات أو كل الحاجات اللي أنا اشتغلت فيها دي، هي بتلقاها إن هي دايرة حول حاجتين بس أنا مهتم بيهم، اللي هو الموضوع بتاع التكنولوجيا والموضوع بتاع التعليم. فدي نبذة بسيطة.